حلوه. لك اهلين يا قطعه، طمنيني شو بحبشتي من السوق؟ يي يا ابو عبدو، يي يي يي، السوق السوق بيخوف والناس كلها صايره زياب. ليش ما بتعرفي انه عايشين بوادي زياب؟ سواني ومننتقل على الشوط الثاني. كبدبت انت. شفت ال 40,000 يلي بعت لي اياهم؟ لا، شفت علي بابا وال 40 حرامي طاروا ما. اي حطيت فوقهم 20,000. لا لحظه لحظه لحظه، 19,000 و735. عادي، فدا صرمايتي لك، فدا الخلخال اللي برجليك. بعت لك لا يا روحي لا، فداك انت يا ابو عبدو. ليش انا كرمال مين جايب هالتياب؟ لك ان شاء الله بخبي لك الهنا، تقبري قلبي ان شاء الله. بدي اسالك بس، شو لونه ابو عبدو؟ خليها مفاجاه، ما راح اقول لك. تحيات اختك بصباكي. قولي لي شو لونه؟ احمر اخضر بنفسجي، طقت موتي ما راح اجي. ما راح اقول لك، ما بدي. يا شهر هر يا أبها، يقبرني الله تبعك. بتعرفي جاي على بالي كل إشارات المرور تتفركس ببعضها ويفوتوا الزلم ببعضهم كلياتهم، خلينا نسبب هون كله بده تصويج لأنه. اسمع اسمع اسمع، بكرة بس تستأجر البيت برجيك ياهم. خلاص، وبكرة بكرة شو يعني بكرة؟ إن شاء الله اللي بيخالفك يلي بمرة. على سيرة البيت، كأنه جارك هذا الدلال مسكر اليوم؟ أب مالك؟ ايه مسكر؟ ما بعرف شو اسمه، نسيت بس هيك انتبهت. ايه قطع، هو اسمه أب مالك. ايه سكر من شي ساعة، مسافر من هفي على بيروت. ليش هو شو بيشتغل ببيروت؟ كمان دلال؟ والله ما بعرف، يعني أنا ما سألته. يعني شو صار معه بالبيت؟ والله لهلا ما بين شيء يا قطعة. ويني؟ رح ابعث لك غدا. ما بدي اعزبك. احمر اصفر بقى. ايه رح ابعث لك. مستنياك. باي. شرف. مرحبا علين. اهلين اهلين ابو مالك، تفضلوا. مرحبا يا رب. كيف كان الطريق؟ ان شاء الله منيح. الحمد لله رب العالمين، كله تمام. شرف. لا شكرا، ما بتعاطى. كثير منيح. لازم تعرف اللي بيشتغل شاطرك لازم ما يدخن وما يحشش ولا يشرب ولا يلحق نسوان ولا يتعاطى بالقمار، يعني يكون ما عنده ولا نقطة ضعف. يمكن فهمك ملحم شغلك الجديد، مو هيك؟ ايه فهمني. هي أول مرة بنشوف بعضنا يا أبو مالك، وكل شيء بدنا نحكيه لازم تحفظه، ما تكتبه، لأنه النسيان ممنوع. ايه النسيان ممنوع، طبعاً ممنوع. إيش أنا نسيت شيء لا سمح الله؟ نحن بلغينك إنه ما بتشري السم من عند الواحد أكثر من برا، وبتحرق أول ما بتطلع، بس أنت ما عملت هذا الشيء. والله راحت عن بالي، بس انت كيف عرفت؟ ليك نحن حبينا نوسع اعمالنا معك لانه نقط ضعفك كثير قليله، بس ما كنا بنعرف انك بتنسى. يمكن الحق على ملحم، ما خبرنا هذا الشيء. النسيان يا ابو مالك ضريبته كثير كبيره. هلا في نقطه ضعف وحيده بيشكوا فيها كل الناس، المال، وهذا حق، بس هذا الحق محدود. فهمت عليك فهمت عليك. بعت لأخوك المصاري؟ هلا بياخذوه معه وهو رايح. ما لازم يحمل معه أكثر من $1,000. حط له المصاري بحسابه وأعطيه الوصل. حاضر. منيح؟ وهلا بنحكي بالمهم، قصدي الأهم. شرف.
نوفق. شلون يعني؟ يعني وين الحواضر والخضرة واللحمة؟ والله نسيتي يا فادية يا فوفو يا حبيبتي. لا سيدي ما نسيت، انت مالك مهتم. لكن شو على بالك؟ اكلت برا واجيت. خلاص فادية خلاص، حطي اي شيء ناكله. يعني بدك تفهمني انك مو اكل برا؟ يا ستي مو اكل شيء وراح اموت من جوعي، حطينا اي شيء ناكله. ما عندنا شيء، قلت لك البراد عم يصفي. لك حطينا كم زيتون وكاس الشاي. ولا لك لا تحطينا شيء نهائيا، ما عاد اكل ولا لقمه اليوم، خلص يحرم علي الاكل بهذا البيت اليوم. إيه لا تحلف يمين، محلوف عنك، اصلا خبز ما في. اه لك حلي عني من شان الله، حلي عني. شو رأيك باللي شفته يا ابو مالك؟ قولي يعني شوف يا ابو مالك، بدك تقطع لنا تمام بالسفر. ليش لا؟ راتب منيح وعيشه بامريكا، ممكن ياخذ جنسيه، يعني شو بده احسن من هيك؟ اساسا ليش رجع من المانيا بعد ما خلص دراسته؟ مظبوط، شو بده احسن من هيك؟ ما قال لك نبيل تحكي معه؟ قال لي لك ما قال لي، معقول ما قال لي؟ إذا وصل معك الطريق مسدود بتقول له هذا السي دي ممكن ينتشر على اليوتيوب، بتورجيه عندك بالبيت وبعد ما يشوفه بتكسره قدامه. شو في بلبو؟ كمالت اللي شفته، فضايح مع بنات لما كان عم بيدرس بألمانيا. فضايح أكتر من هيك؟ إيه أكتر بكتير، ربي كما خلقتني. عدم مؤاخذة، كيف جبته من هداك الوقت يعني؟ هي مو شغلتك. ايه طبعا مو شغلتي، لكان شغلتي معقولة مو شغلتي، بس الواحد يعني مو لازم. انت ما بتاخذ مصاري؟ طبعا عم باخذ، لكان شو؟ رح اعطيك سعر جديد ما بتحلى فيه بكل حياتك على كل شاب بيسافر برات البلد. هذا اذا سافر. واذا ما سافر؟ انت بتخسر المصاري. مو نقول عنك بلشت تفشل، هو بيخسر حياته. كيف يعني بيخسر حياته؟ هي لا شغلتي ولا شغلتك، هي بتتقرر برا. هلا هدول في راس المنصور اللي جبت لي وراقه معك اليوم، خبرني جاهز بحالي، لأنه وراءهم خلال أسبوع بتكون جاهزة. بس لسه ما حلوا معي. لك يا أبو مالك شو بدك بحلهم ولا ما حلهم؟ أنت خبرهم إنه جاهزوا حالهم للسفر وبس. خلص على جميع وعلى كل الأحوال صار. شو صار بالست؟ شهيرة استويت. ممتاز. معناها لازم تبعتها لعنا زيارة. بس عندها مشكلة صغيرة مع جوزها، نازع لعيشتها، بدها تطلقه. هلا متى ما طلقته؟ لا 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 لا، شو تطلقه؟ طول ما انا متجوزة عيون الناس بتتم بعيدة عنها، إذا طلقته بتكتر العيون حواليها. لا تطلقه. هو هلا فايق بالحياة، مريض، عنده شيء نفسي، مهدئات ما مهدئات. من كل مليون مرة بتلاقي وحدة مثلها، حلوة وظريفة وذكية وبتحب المصاري، وأنا بناء على التقارير اللي أنت بعتها قررت أني أقابلك بعد 3 سنين شغل يا أبو مالك، لأني اكتشفت أنك واحد ذكي. الله معك وفتح عيونك منيح. يلا السلام عليكم. وعليك السلام. لا تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.